وقد أعلن وزير النقل هشام عرفات أن ماكينة حفر عملاقة ستبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل حفر نفق المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيتم بواسطة قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي. يوم الأربعاء الجاي هنحتفل بإذن الله إن شاء الله بانطلاق ماكينة الحفر العملاقة من محطة العتبة ناحية إمبابة إن شاء الله، واللي هو الخط الثالث، المرحلة الثالثة من الخط الثالث. وده حقيقة هذا المشروع مشروع ضخم جدا بمعنى كل معاني الكلمة. المشروع ده هو احنا واخدين تمويل لي من البنوك الأوروبية على قروض ميسرة جدا لمسافات لفترة استرداد طويلة من البنك الاستثمار الأوروبي. القيمة بتاعتها حوالي 930 مليون يورو. احنا ان شاء الله الاربع اللي جاي بتشريف مع دولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء هيشرفونا يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله للاحتفال بانطلاق ماكينة الحفر العملاقة من محطة العتبة الى ان شاء الله اتجاه امبابة.